استعدادات النادي الاهلي لمواجهه وفاق سطيف الجزائري ان شاء الله يوم 23 اكتوبر الجاري. معانا دلوقتي عبر الهاتف احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي دلوقتي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير عليك سيما ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على فريق النادي الاهلي واستعداداته طبعا لبطوله او اياب دوري ابطال افريقيا في الجزائر وحاله المصابين كمان. بالتاكيد سيما الاهلي يستعد بكل تركيز وبكل قوه لخوض اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام وفاق سطيف في منطقه الجزائر. اكيد مباراه قطع النادي الاهلي فيها شوط كبير بحكم الاميره الجليله التي غابت عن النادي الاهلي سنوات. النهارده عاوز اتاكد ان نادي التمرين بتاعي قويه جدا من تركيز بدني كبير جدا من اللاعبين، كل اللاعبين بتشارك حتى بعض الغيابات هتكلم معاك فيها وكمان اللعيبه اللي كانوا مصابين الحمد لله شفناهم النهارده بيشاركوا في التمرين. سعد سمير شارك النهارده في التدريب؟ اكيد سعد سمير مساهم دلوقتي حاليا في التمرين الاساسي وليس كمان الفرعي. انت عارفه ان بعض التمرينات بتتطور اي بعض المصابين كمحمد اكيد بياخد تمرينات نوعيه مرتبطه بالحاله اللي هو كان مصيب عليها من فتره طويله. وبالتالي النهارده سعد سمير موجود، صلاح محسن موجود، اسامه عاشور موجود، يمكن غياب كان باسم علي برضه كان مصيب وموجود النهارده كمان بيشارك. طبعا في لعيبه متقاعده افريقيه بيدو جنب موجود. اما بالنسبه لاغلب اللاعبين طبعا لاعبين بالنسبه لتاريخ كوليبالي فطبيعي جدا عشان مع منتخبه منتخب مالي، الشناوي مع منتخب مصر، كذلك ايمن اشرف ووليد نزارو مع منتخب المغرب. غياب علي معلول باصابته، سليم اسلامي مش موجود النهارده لانه اخطر الجهاز الفني بغيابه لظروف خاصه. اما الحراس موجود النهارده علي دوسي مع مصطفى شوبير ورمضان مصطفى احد الصاعدين من فريق الامل للنادي الاهلي. يمكن النهارده محمد نجيب بيستكمل علاجه وجلساته العلاجيه والاستشفائيه في تمرين خاص في جزء من الملعب. يمكن كمان برضه حضر التمرين نجمين النادي الاهلي السابقين محمد فضلي كواحد من اعضاء لجنه التعاقد في النادي الاهلي وكابتن رضا شحاته متواجدين على بس الثلاث تابعه التمرين. التمرين هو بدني بحت من بدايه اليوم. اكيد يمكن دي تعليمات من الجهاز الفني لرفع الكفاءه البدنيه للنادي الاهلي مواجهه صعبه ومواجهه مهمه امام فريق وفاق الصيف. اعتقد ان النادي الاهلي جاهزيته وتركيزه وده انا شايفه قدامي ويمكن لمسته ووصل لك الرساله ان النادي الاهلي جاهز جدا لهذه المباراه، تركيزه عالي جدا. ان شاء الله يوصل للهدف المرجو دي والهدف اللي احنا كلنا عاوزينه كهدف. هل هيبتدي النهارده علي معلول ان شاء الله برنامجه التاهيلي والعلاجي؟ علي معلول حتى الان لم يظهر داخل الملعب لما لسه ما تكررش برنامجه مدته قد ايه بالتحديد. في بعض التكهنات انها بتقول عشان يعني بخبره الناس بتكتب عن الصحف ان طبيعه العضله لما بيجي لك مثلا عضله معينه فممكن من شهر لشهرين، لكن ده اجتهاد واقعيا لسه ما تحددش المده الفعليه اللي علي معلول لعودته للملاعب او بدايه نزوله الى التفاصيل الاكثر. لكن دي الحاله الموجوده هي حاله من التركيز لكل اللاعبين المتواجدين بخلاف اللعيبه اللي انا قلت لك عليهم خارج التمرين بسبب المنتخب او بسبب كمان عدد من اللاعبين ما ذكرتهمش ليك، لكن الصوره احمد حمدي وكريم نزل وجزار واكرم توفيق مع المنتخب الاولمبي في المباراه المعسكريه. شكرا ليك احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي دلوقتي على ملعب مختار التتش.